السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثمانية سجلات مدنية تعمل حتى 9 مساء بدءا من اليوم. أعلنت وزارة الداخلية أنه تقرر افتتاح وتمديد العمل ببعض السجلات اعتبارا من يوم السبت الموافق 10/4/2021، وذلك على النحو التالي: افتتاح سجل مدني أبو سمبل محافظة أسوان، افتتاح سجل مدني الغردقة أول محافظة البحر الأحمر، افتتاح سجلات مواليد الخارج لإدخال وقائع الأحوال المدنية للمصريين بالخارج بالإدارات التالية: إدارة كفر الشيخ، إدارة جنوب سيناء، إدارة أسوان، إدارة البحر الأحمر، فضلا عن افتتاح مركز معلومات الأقصر لإدخال واقعات الميلاد، الوفاة، الزواج، الطلاق لأهالي المحافظة بقاعدة بيانات الرقم القومي، فضلا عن مركز معلومات قنا والذي كان يتولى تلك الأعمال توفيرا للوقت والجهد. يشار إلى أنه تم افتتاح المقر الجديد للسجل المدني إسنا بمحافظة الأقصر الكائن بشارع ترعة أصفون بمدينة إسنا، والمزود بأجهزة تصوير وحاسب آلي لإستخراج مصدرات القطاع المميكنة وبطاقات الرقم القومي بدلا من المقر القديم بالمساكن الشعبية بمدينة إسنا. تمديد العمل حتى 9 مساء، وذلك على النحو التالي: مركز إصدار الغربية محافظة الغربية، سجل مدني دير مواس محافظة المنيا، سجل مدني ملوي محافظة المنيا، سجل مدني أبو قرقاص محافظة المنيا، سجل مدني ديروط محافظة أسيوط، المقر النموذجي بمقر إدارة أسيوط محافظة أسيوط، المركز النموذجي بإنبار محافظة الجيزة، سجل مدني محرم بك محافظة الإسكندرية. إضافة بعض الخدمات بسجلات التالية: مقر إدارة بني سويف محافظة بني سويف، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة، مركز إصدار المنيا محافظة المنيا، إضافة خدمة بطاقات عاجلة، المقر النموذجي بمركز إصدار أسوان محافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة، المقر النموذجي بإدارة أسوان محافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة، سجل مدني مركز أسوان محافظة أسوان، إضافة خدمة قيد عائلي ومصدرات مميكنة، سجل مدني طيبة بمحافظة الأقصر محافظة الأقصر، إضافة خدمة استخراج البطاقات. وتستمر جهود وزارة الداخلية نحو التطوير والتحديث المتواصل لتقديم الخدمات الجماهيرية بسهولة ويسر وبصورة حضارية تتماشى مع التطور التكنولوجي، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني وتطوير الخدمات المقدمة للجماهير والتيسير على المواطنين حال ترددهم على المواقع الشرطية، واستكمال لما تم إنجازه خلال الفترة السابقة. متابعين لأول مرة، الرجاء الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشتراك، ولا تنسونا بلايك حتى ننقل لكم المزيد.